بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو غادي نخدموا التمريرات من 18 صفحه 278 من كتاب نجاح في الرياضيات، نفس التمرين ديال النجاح او ماتيماتيك خيار فرنسي بالنسبه لي فونكسيون، الدرس ديال الدوال العدديه. دونك لتكون الداله العدديه اف لي اكس اللي كتساوي ناقص 4 اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 5، السؤال الاول بين ان اف لي اكس كتساوي هذه القيمه هذه 6 ناقص 2 اكس ناقص 1 لكل اس 2، وان اف لي اكس اصغر من او يساوي 6 لكل اكس من اخ. اخ هي مجموعه التعريف ديال هذه الداله لانها حدوديه بطبيعه الحال. ثم السؤال الثاني غادي نحسبوا اف لي 1 على 2 ونستنتجوا ان اف تقبل قيمه قصوى على اخ. دونك كنا شفنا نفس التمرين تقريبا ديال التمرين 17، غير التمرين 17 شفنا فيه قيمه دنيا، ودابا غادي نشوفوا قيمه قصوى للداله اف لي اكس. دونك ان اف لي اكس كتساوي اكس ناقص 4 اكس اس 2 زائد 4 اكس زائد 5. دونك هنا دي دو اف مجموعة التعريف مادام عندنا حدودية، دونك مجموعة التعريف هي اغ، ما عندنا حتى شي شرط في الحدودية. ندوزو دابا للسؤال الأول، نبينو أن اف لي اكس كتساوي هاد القيمة. دونك باش نبين أن اف لي اكس كتساوي 6 ناقص 2 اكس ناقص 1 تساوي أس 2 كتساوي هاد القيمة هادي كتساوي اف لي اكس، من الأحسن نبدا من هاد العدد هذا. عندنا 6 ناقص 2 اكس ناقص 1 اس 2، نحسبها شحال كتساوي ونبسط في الاخر راه غنلقاها هي اف لي اكس. دونك هنا عندنا 6 ناقص، هنا ناقص راه عندي قبل الاقواس، دونك ضروري ندير قوس عاد ننشر هذه المتطابقه هذه. دونك هنا 2 اكس ناقص 1 لكل اس 2، 2 اكس اس 2 هي 4 اكس اس 2، ثم عندي هنا ناقص ناقص 2 ا بي يعني 2 في 2 اكس في 1 هي 4 اكس، ثم عندي زائد 1 اس 2 اللي هي 1، دونك تساوي 6. دابا نحيد الاقواس، عندي ناقص قبل القوس دونك نغير الاشاره، هنا غتولي عندي ناقص 4 اكس اس 2، هنا غتولي عندي زائد 4 اكس، وهنا غتولي عندي ناقص 1. دونك هنا ناقص 4 اكس نبدا بها هي الاولى اكس اس 2 زائد 4 اكس، هنا عندي 6 ناقص 1 هي زائد 5، وفعلا هي اف لي اكس تساوي اف لي اكس. وهكا بينا ان هذه القيمه هذه هي اف لي اكس. ثم عندنا نبينو ان اف لي اكس اصغر من او يساوي 6، يعني بحال غندير مقارنه ما بين اف لي اكس و 6. دونك شنو غندير؟ كنا شفنا باش نقارنوا عددين كنديروا الفرق ما بيناتهم وكندرسوا الاشاره ديالو. دونك غندير اف لي اكس ناقص 6، اف لي اكس ناقص 6 تساوي اف لي اكس، غنعوضها بهذه القيمه هذه حيت هنا عندي ناقص 6 باش تمشي لي مع هاد 6. دونك اف لي اكس راه بينا انها كتساوي 6 ناقص 2 اكس ناقص 1 لكل اس 2، ما كايناش اس 2 هنا كاينه هنا، دونك عاد هاد ناقص 6 هذه. دونك هنا 6 ناقص 6 مشات وغتبقى ليا ناقص 2 اكس ناقص 1 لكل اس 2. دونك حنا كنعرفوا ان اي عدد اس 2 ولا اس عدد زوجي فهو كيكون عدد موجب، دونك هذا عدد موجب ودخلنا عليه ناقص دونك غيكون عدد سالب اصغر من او يساوي صفر. دونك مادام لقينا اف لي اكس ناقص 6 اصغر من او يساوي صفر، هذا كيعني ان اف لي اكس اصغر من او يساوي 6. داكشي اللي شفنا باش نقارنوا ا و بي كندرسوا الاشاره ديالهم، الى لقينا ا ناقص بي كبر من صفر كنقول ا كبر من بي، لقينا اصغر من صفر كنقول ا اصغر من بي، كنهز هذا الرمز وكنحطه في بلاصه ناقص. دونك غتستنتج اذا اف لي اكس اصغر من او يساوي 6، وهي اللي قالنا نبينوها في السؤال الاول. دونك هنا ندوزو للسؤال الثاني، احسب اف لي 1 على 2. دونك اف لي 1 على 2 شحال كتساوي؟ دونك هنا اما نعوضوها هنا ولا نعوضوها في الاختزال اللي لقينا هنايا، لقينا 6 ناقص 2 اكس، دونك من الاحسن نعوضوها هنايا. عندي اف لي اكس كتساوي هذه القيمه، غنعوض اكس بواحد على 2 هنايا، دونك غنخلي 6 ناقص اقواس 2 اكس غنعوضها بواحد على 2 باش تمشي ليا 2 مع 2، هنا ناقص 1
أس 2. دونك تساوي 6 ناقص، هنا جوج مشات مع جوج غتبقى ليا واحد، واحد ناقص واحد هي 0 أس 2، دونك هي 6. اف لي واحد على جوج كتساوي 6. دونك قلنا استنتج أن اف تقبل قيمة قصوى. دونك عندنا حنا ديجا حسبنا اف لي واحد على جوج لقيناها كتساوي 6، وعندنا اف لي اكس أصغر من أو يساوي 6، دونك لقينا أصغر من أو يساوي 6، دونك مباشرة غنستنتجو أن 6 هي القيمة الدنيا لـ f لـ x، دونك f لـ x صغر من 6، وعندنا هاد 6 السابق ديال عندها السابق ديالها كينتمي لمجموعة التعريف ديال الدالة f، يعني الصورة ديال 1 على 2 هي 6، وبالتالي مباشرة كنستنتجو نستنتج أن 6 هي القيمة الدنيا للدالة f. دونك هنا هما قالنا غير استنتج أنها تقبل قيمة قصوى، ندير إذن f تقبل قيمة قصوى انطلاقا من هاد المعطيات اللي عندي، ولا بغيتي تزيد أكثر أن راه 6 هي القيمة الدنيا ديال هاد الدالة. دونك هذا كل ما في الامر بالنسبه لهذا التمرين، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش لايك وبارطاجيو لا فيديو، ونتلاقاو في تمرين اخر ان شاء الله. حطوا لي اقتراحات ديال التمارين اللي بغيتو نخدموهم، خدمنا مجموعه من التمارين اللي استعصوا عليكم وبغيتو نخدموهم، خليهم لي في كومونتير وبارطاجيو لي فيديو بطبيعه الحال، باش تنتشر القناة وباش تستافد وحدين اخرين وباش نستافدو حتى حنا. بارطاجيو ونتلاقاو. كثرت عليكم ياك، السلام عليكم.